لو شغلك احلام ومزوده اوهامك خليكي معايا او كلميني على الخاص مع نورهان. حلمك هيتفسر باذن الله ويكون خير ويتفسر ويتحقق كمان. ومعنا احلامك الحلوه هتتكرر والوحشه هتنسيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رؤيه البرص في المنام وكان لونه ابيض او لونه رمادي فاتح، فهنا الرؤيه بتدل على امور في حياه الحالم هو خايف منها بشده، ولكن الأمور دي محتاجة منك جرأة عشان تتقدم خطوة للأمام. لو رأيت أن البرص وكان ذات لون فاتح بعيد عن اللون البني والأسود وأنت لا تشعر بالخوف، فالرؤية هنا بتدل على وجود شخص مقرب لك. أنت عارف أن الشخص ده ما بيحب لكش الخير، ولكن انت حابب تتعامل معاه ومنتبه ليه. اما لو كنت خايف وبتبتعد عن البرص، اعرف ان انت عارف عدوك وبتحط بينك وبين حدود. اذا رأيت البرص ودخل غرفة النوم، فهنا الرؤية تحذيرية بان في اصدقاء سوء او ناس مقربة هتأتي لك بالخراب وبالمشاكل سواء معاكي او مع اولادك. إذا رأيت إنك بتقتل البرص، فهنا الرؤية تدل على أمر سعيد جدا هيحصل لك، وهو إن ربنا سبحانه وتعالى هينجيك من مصيبة كبيرة وهم كبير حضرتك كنت هتتعرضي ليه، وربما كمان يدل على تخلصك من الحسد والسحر، لأن الحشرات معظمها بتدل على الحسد.